انهيار متسارع لقوات المجلس الانتقالي المدعوم من القوات الاماراتيه. ما ان مضت ساعات قليله على اخر تهديد لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي حتى سيطرت القوات الحكوميه على محافظه ابين بالكامل واستعادت السيطره على العاصمه المؤقته عدن. استبقت القوات الاماراتيه الاحداث بالانسحاب المفاجئ من مقرها في مديريه البريقه شرق عدن. وغادرت عبر مطار العاصمه المؤقته، لم تواجه القوات الحكوميه القادمه من محافظه ابين اي مقاومه من قبل المجلس الانتقالي، وسيطرت على مطار عدن بعد استسلام حراسته، ورفع الحزام الامني النقاط الامنيه حول قصر معاشيق، مع وقوع اشتباكات محدوده في مديريه التواهي قرب معسكر جبل حديد. وما زال مصير قوات الحزام الامني وموقف القيادات العسكريه التي اعلنت ولاءها للانتقال في وقت سابق غامضا محافظ عدن احمد سالم ربيع ظهر لاول مره منذ الانقلاب الذي تم في الثامن من الشهر الجاري داعيا المواطنين لالتزام الهدوء وتطبيع الاوضاع فيما اعلن وزير الداخليه عن خطوات لتامين مؤسسات الدوله وعوده القوات الامنيه مهددا بالضرب بيد من حديد على كل من يقومون باعمال تخريبيه، تحديات كبيره تفرضها استعاده سيطره الحكومه الشرعيه على العاصمه المؤقته، ومدى قدرتها على تامين المدينه وتطبيع الحياه فيها، وقبل ذلك عوده الرئيس وبقيه الحكومه اليها لممارسه اعمالهم من الميدان.